مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من قلوب مصري. في الحقيقه قبل ما ابدا النهارده، انا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا بديل ليبيا اعتذر. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فتره من فترات لما خرجنا كلنا عشان نخلص البلد من الاخوان ومن العالم المرتزقه اللي فجاه لقيناهم فوق جاسمين فوق صدور بلدنا بينهبوها، السيد الرئيس كان وعدنا بشويه حاجات كتير. السيد الرئيس كان وعدنا بإصلاح منظومة التعليم، بحياة كريمة للمواطن المصري. السيد الرئيس وعدنا بعلاج فيروس سي المرض المزمن. السيد الرئيس عاهدنا بتمكين المرأة وتمكين الشباب. السيد الرئيس عاهدنا بالأمن والأمان للمواطن المصري. السيد الرئيس وعدنا بحاجات كتير، بالبنية التحتية، بصراحة أنا كنت شاكك في إن كل الحاجات دي كلها ممكن تتحقق في يوم وليلة. فلما شفت ال 23 نائب من المحافظين من الشباب والشابات، السبع نائبات، وشفنا إن في دم جديد وفي البلد بتتغير ورايحة الاتجاه السليم، أنا كنت لازم أقدم اعتذاري وأقدم شكري للسيد الرئيس، لأن حتى كان مؤتمرات الشباب والملتقى اللي كنا بنشوفه كنا بنقول هيبقى زي النظام اللي فات والرحلات الترفيهية وأولاد الزوات والناس الغلابة ما لهمش نصيب في القصة دي. اتفاجئت ان انا بيبقى موجود ابن الفلاح وابن العامل وابن الصنايعي وابن الساعي موجودين جوه المؤتمرات دي، واتفاجئنا كمان ان منهم ناس بقوا من نواب محافظين. يعني السيد الرئيس فعلا ماشي على الطريق السليم، ماشي بسياسة الإصلاح. يا جماعة نطول بالنا شوية على البلد، وأكيد احنا رايحين لمكان احسن مع السيد الرئيس، احنا في ايدي امين. خلونا نرحب بضيوف النهارده اللي موجودين معايا، الاستاذ الدكتور شحاته ابو زيد شحاته، رئيس المنظمه الوطنيه الدوليه لحقوق الانسان. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. الحاج سعيد حسين محمود، صاحب مصنع التوحيد بقريه البلدعه بالاليوبيه. اهلا وسهلا بك يا شيخ سعيد. اهلا وسهلا بك يا فندم. الاستاذ سيد احمد مرسي نصار، مدير المصنع. اهلا وسهلا بك يا استاذ سيد. في الحقيقة احنا كان جالنا حاجات كتيرة على بريد البرنامج، شكاوي واستغاثات وناس بتشتكي من وجود مصنع في قرية البلدعة. المصنع عامل إزعاج وعامل مشاكل كتيرة. بصراحة تداخل معانا المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان والسيد اللواء رئيس مجلس ومدينة الأليوبية، القناطر الخيرية في الأليوبية. هنعرف القصة كلها من الأستاذ الدكتور شحاتة، المنظمة الوطنية ودورها على أرض الواقع وتنفيذ سياسة الرئيس زي ما قال، عاوز كل الناس تساندني وكل الناس تبقى في ظهري، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات لازم يبقى عليها دور كبير أو في تنمية البلد. هنسمع القصة من حضرتك يا دكتور. أولا أنا أشكر مقدم البرنامج الأستاذ محمود عوض. شكرا. لأنه حقيقة بذل جهد كبير جدا في موضوع البرنامج، يشكر عليه، بالتعاون مع المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان. بداية إن احنا مع فكر الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه يجب على منظمات المجتمع المدني أن تتجاذب ولا تتنافر مع مؤسسات الدولة وحل كافة المشاكل بالطريق الودي علشان نخفف العبء من على عاتق القضاء والشرطة ونمنع المصادمات اللي هي بتجرى بين الأهالي وبين الأهالي والشرطة والنواحي الأمنية. ده اللي احنا قمنا بيه بالظبط. في مشكلة وفي شكاوى حصلت على وناس كانوا متضررين من مصنع بلاط في قرية البردعة بالقناطر الخيرية، وقالوا انه المصنع ده بالنسبة للمعدات اللي فيه بيسبب اضرار للاهالي. الاهالي مش قادرة تنام، سواء كبار السن او التلاميذ او غيره، ويبقى العمل متواصل. فبالطبع احنا لجأنا للحل الودي، لان احنا عندنا لجنة في المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الانسان خاصة بفض المنازعات والمصالحات.
طبعا ده بالطريق الودي، احنا انا قلت علشان نخفف العبء من على عاتق القضاء في الشكاوى، ونخفف العبء من على عاتق الشرطة والمصالمات بين الأهالي وبين الشرطة وبينهم وبين بعض. فلجأت للمحافظة لحل المشكلة طريق الودي. حقيقة رحب الدكتور عواد سكرتير عام محافظة الأليوبية وكان إيجابي للغاية وحل الكثير من المشاكل. ولجأنا حقيقة لرئيس مجلس مدينة القناطر اللي هو ضياء، اتصلت بيه وقال أهلا وسهلا واتشرفوا. طبعا رحنا مقر مركز مقر الرئاسة، خلي بال حضرتك، وقعدنا مع بعض وتشاورنا في الأمر. فحقيقة كان روعة، الراجل حل المشكلة بأسرع وقت ممكن، جاب الأطراف وقال لهم الأمر لابد أن يحل ودي لأنه في شكاوى في ناس متضررة، وجاب الأطراف ومنهم صاحب المصنع والحج سعيد. وأنا بالمناسبة أن أشكر الحج سعيد لأنه استجاب للمطالب بتاعت المنظمة ومطالب اللواء ضياء، لأن أنا قلت له اللواء ضياء انت عملت عمل عظيم جدا وحليت المشكله بسرعه، وان القياده فن، وانا اوجه الشكر ليه من البرنامج. طبعا حلينا المشكله، وتعهد الحاج سعيد بانه هينقل المصنع، وفعلا على الفور عمل عقد ايجار لمكان تاني، وهيبدا فيه ان شاء الله من 1/1. وده عمل انا بعتبره عمل بناء وإيجابي للمنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان، وإن شاء الله هيكون في أعمال خيرية جدا من أجل مصر. طب خليني أرجع للأستاذ سعيد وأقول له إيه الخدمات اللي كان بيأديها المصنع للقرية أو للمحافظة، وإيه مشكلة المصنع عموما يعني؟ والله يا فندم، بداية أنا بشكر حضرتك الأول، بشكر الدكتور شحاتة برضو على مجهودكم العظيم في توصيل صورة الحقيقة كاملة للناس، وبشكركم طبعا على تفاهمكم للوضع الجاري، وبشكر سيادة اللواء أولا على مجهوده برضو العظيم ولتفهم الموضوع ولتوصيله الصورة الحقيقية للموضوع لحضراتكم، وبشكر طبعا الأستاذ حسام رئيس الوحدة المحلية عندنا بالقرية على مجهوده برضو معانا. يعني حقيقة تفهم الراجل الموضوع من بداية ما اتكلمنا في الموضوع، والوضع كله زي ما كنت قلت لحضرتك ان احنا كان في طلبنا مهلة لحين تدبير مكان آخر لهذا المصنع. أما الخدمات اللي بيقدمها المصنع لأهل القرية، احنا طبعا المصنع زي ما قلت لحضرتك انه بيضم ما يقرب من، وفي مصانع تانية غير حضرتك في المكان؟ أيوة فندم، ولا أيوة مصنع واحد؟ لا لا يا فندم، احنا انا مصنع وفي بعد مني 4 مصانع تانيين في نفس المكان اللي انا متواجد فيه. في برضو في البلد في نفس القرية ما يقرب من 40 مصنع تقريبا على مستوى القرية. يعني مش المصنع الوحيد؟ لا مش المصنع الوحيد يا فندم، والمصانع كلها بالمناسبة يعني ما فيش غير مصنع واحد منها هو اللي خارج الكتلة السكنية، أما بقية المصانع زي ما صورت لحضرتك إن هي موجودة كلها داخل الكتلة السكنية. تمام؟ فقلنا يا ريت يا جماعة تشوفوا لنا حد من المسؤولين في المحافظة أو في القرية. طيب احنا معانا مداخله من الاستاذ حسام مصطفى رئيس الوحده المحليه بقريه سندبيس. اهلا وسهلا بك يا استاذ حسام. اهلا وسهلا. دلوقتي كان في شكاوى كتير من الاهالي بخصوص المصنع وخصوص انه عامل ازعاج وان في مشاكل كتيره للمصنع، ايه هو المصنع ده كان بيأدي خدمات للناس ولا كان عبء على الناس؟ لا
لا والله، هو المصنع ده حضرتك من ضمن مجموعة مصانع، هي قرية البردعة، قرية كبيرة عندنا طبعا ككتلة سكنية، وبتشتهر بعدد كبير من مصانع الانترلوك اللي تخدم القطاع كله تمام، وفي قطاعات أخرى كمان خارج الألوية خالص طب المصنع ده كان بيقدم خدمات لمركز شباب للجهات طبعا. الموجودة ولا كان هو عبء؟ لا لا لا، بالعكس المصنع ده متجاوب معانا جدا في القطاع، يعني مركز شباب بيعمل خدمات عامة كتير جدا، مركز شباب لسه انا طالب منه الاسعاف، بيساهم معانا كتير في الحاجات دي بشكل كبير. هي مشكلة المصنع دي تكمن حضرتك، المصنع ده احنا واخدين له اجراءاته عامة، ان هو المصنع ده داخل الكتلة السكنية شوية من ضمن مجموعة مصانع كتير زي ما الشيخ سعيد تفضل وقال كده تمام. والمصنع ده احنا خدنا اجراءاته كلها كامله من عندنا من الوحده المحليه مع الامن الصناعي، والراجل ده اول ما تفهم حاولنا نحل حاجه كده خارج الصندوق، لان ممكن نستخدم القانون قوي، فهنشق على الراجل ده لان عنده اكثر من 70 فرد شغالين في المصنع ده، فدي مشكله كبيره طبعا. الناس دي وراها اسر وراها مصاريف، والحاله الاجتماعيه حضرتك عارفها بالنسبه للكوره. طيب هنمشي الناس دي ونقفل المصنع ده، وبعدين الناس دي هيبقى مطلوب مننا ان احنا نشغلها، او على الاقل خالص هنشيل ذنبها الناس. فالراجل تفاهم الموضوع، وفي نفس الوقت الشق الثاني او الجانب الاخر، المواطنين اللي موجودين في الكتله السكنيه دي من حقهم برضه ان هم يقعدوا في مكان هادي ومكان يعني احنا جالنا شكاوى يا استاذ، جالنا شكاوى كتير ان في جرارات كتيره بتدخل ليل ونهار، وفي ازعاج، والناس مش عارفه تذاكر ومش عارفين يناموا، والمكان المصنع مشكله. انت باعتبار حضرتك مسؤول ومسؤول وحده، انت شايف الموضوع ده ازاي؟ لا لا، هو مش بالصوره اللي هي اتنقلت لحضرتك دي برضه. ممكن في جانب بالازعاج بس مش بالشكل ده، حتى لما بتخش عربيه او حاجه او عربيتين بيخشوا بالليل خالص والناس مش موجوده، الناس نايمه الفجر او الصبح بدري، ما بقتش فيه المشكله دي والحمد لله ما عندناش حاجه. فاحنا عامه احنا الحمد لله الموضوع دلوقتي لما قعدنا مع سياده اللواء وجبنا الشيخ سعيد وتفهم الوضع، وهو برضه خايف على اهل بلده وعلى الناس اللي موجوده في القطاع، فالراجل تفهم الوضع جدا، وخدنا منه ميعاد ان شاء الله واحد واحد هنروح نبارك له في المكان الجديد اللي احنا نزلت معاه وعينته خارج الكتله السكنيه خالص. يعني حاولنا الموضوع نحله، مش هنروح في مكان تاني في كتله سكنيه تعرض لنفس المشكله، لا خرجنا خارج الكتله السكنيه خالص لمكان عيناه، والمكان ده خارج الحيز العمراني، وهيبدا ياخد عليه تراخيص، وان شاء الله نساعده في موضوع التراخيص عشان برضه يشتغل رسمي ويبقى ما فيش اي مشكله خالص، وحلنا ان شاء الله واحد واحد. هنبارك للشيخ سعيد في المكان الجديد ان شاء الله. اشكرك يا استاذ حسام، شكرا جزيلا. يعني احنا السيد الرئيس كان اتكلم وقال ان انا عايز القطاع الخاص يساهم معايا في البنيه التحتيه، انا عايز تبني ورشه وتبني مصنع وما تبنيش جامع كل شويه. تمام. يعني احنا عندنا عدد المساجد بقى اكتر من عدد الناس اللي بتصلي، لكن انا عايزك الناس اللي هي اصحاب رؤوس الاموال ورجال الاعمال يساهموا معانا ان احنا نقضي على البطاله وان احنا نحارب الفساد. يعني احنا بلدنا مرت بفتره كان بيحكمها عدد من رجال الاعمال، يعني احنا السنين اللي فاتت كان في حد بيحتكر الاسمنت وحد بيحتكر الحديد وحد في الزراعه، فكانت البلد تعتبر في مجموعه معينه هي اللي بتديرها. في فتره السيد الرئيس مفيش الكلام ده، فتره الرئيس في دوله مؤسسات. نرجع للاستاذ سيد مدير المصنع ونتعرف على عدد العمال والخدمات والمرتبات والاجور اللي الناس كانت بتستفاد منها قد ايه. حضرتك هو عدد العمال اللي شغالين في المصنع قلت لك ما يقرب من 60 او 70 عامل وصناعي. مرتباتهم في حدود كام؟ المرتبات في مرتبات مثلا حضرتك العامل مثلا في 3 وفي 4 وفي مثلا حد مثلا مشرف جوده، الكلام دون صناعيه بتقرب من 7 او 8 ماشي، يعني في 7 8 في 7000 و8000 في عماله متغيره اللي هي بالاجر اليومي والكلام دون، يعني مش ال 60 70 اللي بيستفادوا من المصنع بصفه مباشره، كذا 60 70 في كذا وراهم اكتر منهم بكتير، فطبعا قفل المصنع او مثلا. طب انا عاوز اتعرف على الخدمات اللي انت حضرتك اديتها باعتبارك مصنع للبلد، المكان استفاد منك ازاي؟ يعني حضرتك انا الاستفاده اللي بيستفادها مني البلد او المصنع مثلا الاستفاده في خدمات مباشره وفي خدمات غير مباشره. الخدمات المباشره احنا شايفين صور لعمال المصنع الموجودين اهو. أيوة موجودين في المصنع دول بعضهم يا فندم، دول بعضهم مش كاملين، يعني مش ده العدد الكامل. يعني الخدمات المباشره مثلا حضرتك مثلا مركز زي مركز شباب، جمعيه زي الجمعيه الخيريه بتاع قريه عندنا، في مثلا النقطه بتاع عندنا اللي هي بتاع
يعني انت الاجهزه كلها الاجهزه اجهزه الدوله فيه. ايوه بساعد فيها بمقابل ولا بدون مقابل؟ لا بدون مقابل. يعني انت بتادي خدمات للبلد بدون مقابل. فحضرتك يعني مش عارف يعني طب انت حضرتك المكان ده بتدفع له ضرائب؟ اكيد طبعا وفي تامينات وفي ضرائب وفي سجل ولو عمال دي متامن عليها وبتدفع لها تامين ولو طبعاً. حد اتعور ولا حاجه انت بتساعد في علاجه كانه شغال بالظبط بيخرج الراتب بتاعه خالص كانه موجود بيوصلوا راتبه لحد عنده لو في مثلا اي يعني. مشكله صحيه بساعد في العلاج بتاعه لانه بتاعي فمش هسيبه طبعا وقت ما هو مثلا يكون محتاج لي انا هسيبه مستحيل طبعا. طب احنا نرجع تاني للدكتور شحاته باعتبار حضرتك انت سمعت الاطراف كلها وجات لك مكالمات واحنا جالنا على بريد البرنامج ناس منزعجه من المصنع وناس بتايد وجود المصنع وناس مع وناس ضد الكلام كتير. انت حضرتك شايف الوضع ازاي بعد الموقف الايجابي من الحاج سعيد والخدمات اللي بيأديها في البلد للناس؟ والله ايا كان الموقف يعني الحاج سعيد جاب ناس بتنفي انه في ازعاج وفي اضرار خاصه لحقت المواطنين اللي هناك، والجانب الثاني بيجيب ناس بتثبت انه في كذا وكذا اضرار متباينه، ولكن احنا في النهايه احنا نقول لا ده ولا ده. احنا تعهد الشيخ سعيد بانه ينهي المشكله وينقل المصنع في مكان ثاني، ورانا عقد الايجار اللي هو محرر 1-1 ونقول له احنا متشكرين جدا. يا ريت عقد الايجار ده معانا نشوفه على الجانب الايجابي بتاعك، ومتشكرين جدا على استجابتك وحل المشكله بسرعه بدون اللجوء للقضاء وبدون اللجوء الى الشرطه والمصادمات اللي هتبقى بين الاهالي وبين المصنع. خلي بالك فانت حليت مشكله كتيره جدا، ويا ريت كل الناس تبقى ايجابيين زيه، وانا اشكره للمره الثانيه. انا شايف الكنترول والاعداد بيفكرني بان الحاج سعيد كان عنده اول الجمهوريه او اول محافظه القليوبيه خريج الازهر 98% اللي هو توفاه الله وقبل ما يلتحق بكليه الطب. عاوزين نعرف الدكتور محمود محمد حسين محمود حسين عبد المجيد اول سنه اول على المحافظه ثانويه ازهريه تمام 98% ضمن اوائل الجمهوريه. ده كان ابن حضرتك يا شيخ ولا ده كان ابن اخويا؟ بس انا اللي مربيه يعني. احنا شايفين صورته يعني على الشاشه اهوت، ربنا يرحمه، كان من اوائل الثانويه الازهريه على مستوى المحافظه، وتوفاه الله في ظروف ربنا يصبر اهله ويلهمه الصبر والسلوان. و اسمح لي يا دكتور بعد اذن حضرتك اقاطع حضرتك في النقطه ديت، ان ده كان سبب من ضمن اسباب ان موضوع الشكوى يوصل للمرحله اللي احنا وصلنا لها دي. اما الموضوع من البدايه لو يعني انا لو موجود متواجد اثناء الفتره دي ما كانش الوضع وصل للطريقه دي. احنا في الاول وفي الاخر كلنا اولاد بلد واحده وكلنا اهل واحد، وبيحكمنا في الاخر رجل واحد، واللي بيحكمنا في البلد عندنا او في القريه او عامه في الريف بتاعنا هو حاجه اسمها العرف. العرف ده اللي هو الود والمحبه والطيبه بيننا وبين بعض كاهل وكناس محترمه. انا بصراحه سعيد بسلوكياتك يا حاج سعيد، ربنا يعزك، وعاوز اسمع كلمه للشباب في القريه من الاستاذ سيد، تقول لهم ايه للشباب اللي هو الموضوع كده مأثر معاهم وعمل ضجه في القريه عندك بدون داعي؟ وحضرتك يعني هو ما كانش في داعي اصلا لكل اللي حصل دون يعني. هو لو كان حضرتك الطرف اللي هو سبب المشكله احنا قصرنا معاه في حاجه كان لجأ للي هو لجأ ليه. احنا مش طرف بقى، احنا قلنا مش هنهاجم. انا شايف صوره العقد اهوت على الدكتور، شايف صوره العقد موجوده، يعني الراجل ايجابي وقدم خطوه كويسه وقال لي لو الموضوع عامل مشكله للناس انا خلاص هنقل من اول السنه في مكان تاني. يا ريت الناس كلها زيه. طيب احنا معانا مداخله ثانيه من القريه ومدير مركز الشباب الاستاذ محمود موسى. اهلا وسهلا بك يا استاذ محمود. السلام عليكم ورحمه الله، ازيك يا سعاده الباشا؟
ازيك يا استاذ محمود؟ ازي حضرتك؟ الله يخلي حضرتك. انت راي حضرتك ايه في القصه بتاع مصنع طوب التوحيد والمشاكل اللي عاملها المصنع والازعاج للمصنع ده؟ قام بدور معاك خدمي ولا انت كنت شايف ان هو عبء على القريه؟ ساعتك اداني بتاع الطلق واداني بندوره عملنا بقى في مركز الشباب ساعتك، واتبرعوا بمبلغ في الفلوس اللي احنا لمينا تبرعات لشينا ارض مركز الشباب. يعني المصنع كان بيساهم في البنيه التحتيه وبيساهم بفلوس وبيساهم بمواد من عنده للخدمات وبدون مقابل. سعادتك ادانا بنطلق وادانا بندوره عملناها في المركز الشباب. طب انت كلمه تقولها للحاج سعيد دلوقتي هو موجود والناس كلها بتشوفه بخصوص المشكله ديت اللي هي تمت في القريه. ربنا يوفقه، راجل بياكل الناس عيش، عنده حوالي 70 فرد بياكلوا عيش معاه. شكرا استاذ محمود. نرجع للاستاذ سيد ونسمع الاستاذ سيد الخدمات اللي بيأديها للمواطنين. حضرتك الخدمات اللي بنأديها للمواطنين خدمات عامه زي ما قلت، احنا مبدئيا خلاص في اتفاق ان خلاص الراجل من اول السنه هيبتدي ينقل من المكان وهيشوف مكان تاني عشان ما يعملش ازعاج للناس. حتى لو هو وصل الامر ان هو يقفل مكان هو مفيش مشكلة. لكن هو الراجل بيساعد الشباب وبيساعد العمال ان هي تعيش. واحنا معانا فيديو للمصنع موجود اهوت، ونشوف مكانه من ضمن الكتله السكنيه ومساحته وايه الاضرار اللي هو مسببها اللي عملت الهوجه الكبيره ديت في قريه البلدع. اتفضل استاذ سيد. اتفضل حضرتك. حضرتك الناس اللي شغاله هي العبء. يعني انا لو علينا انا والشيخ سعيد احنا ممكن نغير النشاط ونشتغل في اي حاجه ثانيه، لكن الخدمات الناس اللي ارتبطت بالمصنع والناس اللي شغاله بالمصنع والكلام دوت هم اللي هيتظلموا في قفل المصنع او في القرار اللي جه للمصنع. طب الحاج سعيد المصنع ده شغال لي كام سنه يا حاج سعيد؟ المصنع ده شغال يا فندم بقاله ما يقرب من 6 سنين تقريبا في هذا المكان. زي ما قلت لحضرتك تقريبا بقالنا سنه ونص موجودين في المكان، المكنه اللي الناس. طب احنا معانا مداخله من المستشار اسامه هنداوي مستشار نقابه الفلاحين. اهلا وسهلا بك يا مستشار. اهلا بك محمود دي، واهلا بيك على القناه المحترمه وعلى فريق الاعداد، وكل سنه وانتم طيبين. انت شايف الموضوع بتاع المصنع ده ازاي يا مستشار من وجهه النظر القانونيه ومن وجهه نظر نقابه الفلاحين، باعتبار ان المصنع مقام في مساحه والاضرار اللي ممكن يسببها للقريه وللشباب؟ والله هو في قانون 119، قانون البناء الموحد اللي صدر 2007. القانون 119 لو كانت المباني تمت في 2017 وداخل حيز عمراني فبيتعمل الاجراء القانوني من قبل مجلس ونيه المدينه المختصه بها القناطر. لو هو مجرد من قبل وزاره الزراعه وهي ارض زراعيه برضه بيتعمل له محضر التشوين او التبوير. دي محاضر كلها بتاخد اجراءاتها من اسم الشرطه او من الزراعه وبتطلع على النيابه. اما من جهه ان هو مصنع ومشغل 100 اسره او اكثر او اقل، فده طبعا الريس بينادي بافتتاح المشاريع. وطبعا احنا النهارده مش عايزين في ظل القياده السياسيه محترمه ان راجل ادخر ماله كله امواله كلها بيستغلها في الاستثمار وبناء الاسر وفتح بيوت. فاذا كان لو هو في اسرع البيئه فيعالج موضوعه، اما كون ان واحد محترم وبيشغل مشاريع ويفتح في ظل القياده السياسيه مشاريع للناس واسر تشتغل، فده احنا بنشجعه. دي سياسه الدوله الحديثه، احنا بنشجع كل مستثمر. والراجل ده بيعمل برضه مشروع، اعتقد في اعتقاد الشخص انا مش متخصص، ان هو ما يعملش زلزال يعني التلوث الضوضائي، ماليش لا تلوث ضوضائي ولا تلوث سمعي. فاحنا النهارده في جهات، واعتقد انا شفت بعض التقارير ان هو تم من جهه مجلس المدينه عنده تشميع المكان. صح يا محمود بيه؟ اتعمل اجراء تشميع المكان ورجعوا تاني اشتغلوا. ما هو التشميع ده بيصدر من الجهات اللي هي جهاز المدينه عنده اللي هي تابع للمحافظه، ده اجراء وقائي لمجلس المدينه بيصدره لحين البت في موضوعه، ولو معاه تراخيص او جرف تراخيصه ما احنا نتركه. الدوله بتساعد دلوقتي المستثمرين والناس عشان تفتح مشاريع، احنا ليه؟ ايه الهدف؟ في سؤال بيطرح لنفسه يا محمود بيه، ايه الهدف ان الراجل ده في التوقيت ده وهو شغال لي فتره الناس بتنكش حواليه؟ ليه؟ ليه دلوقتي؟ اشمعنى؟ هي كلمة ليه دي يا سيادة المستشار هي السبب في ان احنا عملنا الحلقة دي النهاردة، ومعانا الدكتور شحاتة أبو زيد. أنا بشكر حضرتك على المداخلة، وأنا
في نهاية لقائي بتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور شحاتة، أهلا وسهلا بك يا فندم وألف شكر لحضورك. أشكرك يا أستاذ محمود على مجهودك العظيم، وبشكر في موضوع الحلقة حقيقة كان مثمر للغاية. بشكر الحاج سعيد على الإيجابيات وعلى سلوكه الطيب المعتدل، شكرا. بشكر الأستاذ سعيد على حضوره والإفاضة والكلام الكويس اللي قاله اللي هو في مصلحة البلد. بجدد تهنئتي للسادة النواب الشباب، وبقول إن مصر على الطريق الصحيح، ومصر بكرة، ومصر لينا، ومصر بينا، وكلنا بنقول تحيا مصر. تحيا مصر يا حاج سعيد. شكرا جزيلا، واللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. تحياتي محمود عوض.